بلدة عين ترما من أكثر من 3 أشهر القصف ما وقف تقريبا، يعني الإحصائية اللي عم توقع على المناطق السكنية من صواريخ الأرض أرض والفيل ولا الجراد ولا القذائف ولا الطيران، أكثر من 1000 صاروخ أرض أرض واقع على الأحياء السكنية. وشوف عينك هون كله أحياء سكنية، لا يوجد مناطق لأي فصيل مسلح، اللي يعني هون كلها مناطق سكنية، والنظام لأنه ما عم بيقدر يتقدم على جبهة جوبر عم ينتقم من المدنيين.